تعالى وبركاته. في هذا الجزء ان شاء الله نخدمه على استقامية ثلاث نقاط والمسافة بين نقطتين. نبداو باستقامية ثلاث نقاط لتكون A B و C، ثلاث نقاط الحقوها على التوالي Z A Z B Z C. نعاود نكرر ان A هي صورة Z A، بينما Z A هي لحق النقطة A، وكذلك بالنسبة ل B وكذلك بالنسبة ل C. يمتاز يكون عندنا واحد ثلاث نقاط مستقيمين، تكون عندنا ثلاث نقاط مستقيمين اولا مع واحد الحالة او واحد الحالة اخرى. نبداو بالحالة الاولى، اذا كان عندنا زد ناقص زد على زد ناقص زد يساوي واحد العدد ك. بالنسبة لـ A B C، يعني بالنسبة للترتيب واحد الحاجة مهمة، يعني اول حاجة بعد كاين واحد النقطة خصني نلقاها متعاودة، يعني نختار بان A B، هنا ممكن ندير C او D او العكس. هنا A عفوا، هنا ممكن ندير C او B او لا B ولا C. بعد كاين واحد جوج نقاط اللي تكونوا هنا في الاخر ضروري خاصهم يكونوا متعاودين، ممكن تكون B وندير هنا A و C، او لا ممكن ندير C وممكن ندير هنا A، بحال. ولكن خاصني اهم حاجه ومني ندير التعبير، نحسب التعبير، خاصني نلقى يساوي واحد العدد حقيقي ك، بحيث ك مالو ينتمي الى اخ. مباشره الى لقيت بان التعبير يساوي واحد العدد ينتمي الى اخ، مباشره بما ان هذا فان ا و ب ثلاث نقط مستقيميه. الحاله الثانيه، إلا كان عندنا مثلا واحد العدد العقدي وكان الإيماجينير تاعو مثلا تاع زد سي ناقص زد أ على زد بي ناقص زد أ مالو يساوي صفر. فإلا كان عندي واحد العدد العقدي والإيماجينير تاعو يساوي صفر، بطبيعة الحال الإيماجينير تاعو إلا كان يساوي صفر سيبقى ليا الجزء الحقيقي، والجزء الحقيقي مالو ينتمي إلى إر، إذا النقاط مستقيمية. بعض المرات السؤال يطرحوا لنا بهذا الشكل، وبعد مرات تعطينا واحد العدد العقدي وتقول لك استنتج ان النقط مستقيميه، يكفي انني نلقى الايماجين التخيل اللي يساوي صفر، مباشره فان هذه النقط مستقيميه اللي هي في هذه الحاله مثلا ا بي سي ولا سي بي ا كامل مستقيميه. حيت كنت قريت في اول عام قريت المتجه في على ما اظن في ثالث اعدادي، ثالث اعدادي لقيت بان واحد المتجه مثلا ا بي خاصه تسوي لك واحد المتجه مثلا ك مثلا ا سي، ضروري كما تشوف واحد النقطه مشتركه. هاد مثلا باغي نخرج واحد المتجه سميت هاد المتجه مثلا ا سي وسميت هاد المتجه ا بي تساوي ك. من هنا يعني بحال هاد الحالة، يعني ا بي على ا سي اش تساوي ك، ك ينتمي الى اف. الى بغيتي دير الرد عاوتاني على هاد الشكل اش تعطيني، هي زد بي ناقص زد ا على زد سي زد سي ناقص زد ا تساوي بحال العدد ك ينتمي الى اف. شتو من جاتنا هادي؟ جاتنا من هنا، جاتنا من الحساب المتجهي اللي كنت قريتو في التاسعة، يعني المستوى الثالث اعدادي. نتمنى وتكونوا فهمتوا هاد الفقرة تاع استقامية ثلاث نقاط، وان شاء الله نديرو فيها التمارين كما ديما تنقول لكم، نديرو فيها التمارين حيت التمارين تكون خاصة بالتمارين باش تفهموا مزيان. ندوزو لدابا المسافة بين نقطتين لتكن أ و ب نقطتين، بحيث الألحاق تاعهم هي زد زد ب يا لحق نقطة ب تساوي هي أ بريم زائد إي بي بريم، و زد أ اللي هي لحق النقطة أ تساوي أ زائد إي بي، بحيث الأعداد أ بي أ بريم بي بريم
ينتمون الى ار. لو بغيت نحسب واحد المسافه ا بي مثلا، ا بي اش تساوي ليا؟ تتساوي ليا ايضا هو المنظم تاع ا بي تاع المتجهه ا بي، اللي تتساوي هي زد بي ناقص زد ا، او تتساوي هي زد ا ناقص زد بي. بحال بحال باش من ما بدينا، يا نبداو باللحق تاع ا يا نبداو باللحق تاع بي. علاش؟ لان ا بي عباره عن مسافه، والمسافه مهما تكون هذا الحساب اللي يخرج لي هنا كان موجب مع القيمه المطلقه يبقى موجب، كان سالب مع القيمه المطلقه يولي موجب. اش تساوي ليا هادي؟ اش تساوي ليا؟ تتساوي ليا هي المعيار تاع زد، يعني في هذه الحاله زد بي، يعني زد بي فينا هو ا بريم ناقص ا ناقص ا زائد هذا هو الحقيقي زائد التخيلي. التخيلي في هذه الحاله شنو هو؟ هو باش لينا ا، يعني تكون عندي هو ا دو مش مشكل بي بي بريم ناقص بي مضروب في اي، لا يساوي لي من بعد. شحال قلنا هذا تساوي؟ هذا وجه تخيلي، هذا وجه هذا وجه حقيقي، هذا وجه تخيلي. شحال كنا قلنا هذا الشيء تساوي في المعيار؟ تساوي هو ا بريم ناقص ا الكل اس اثنان زائد بي بريم ناقص بي الكل اس اثنان. هذه هي المسافه ا بي كنديرو تنحسبوها، واش نحتاجوها؟ لانها كما قلت لكم اي حاجه تندرسوه في الاعداد العقديه فانه مهم جدا لاننا نحتاجوه، يعني كل ما كناش نحتاجوه يعني بلا ما نديروه، ولكن بما اننا ضروري نحتاجوه فضروري خاصنا نعرفو كنديرو تنتعامل معاه. كما لاحظتوا هذا علاش كلش رديتو على شكل عدد عقدي بلاش ممكن ندير ليه الحساب تاعو، يعني دائما ضروري تنشدو هذاك الشكل كما مهما يكون ضروري. مثلا الشكل رديتو على شكل عقدي لانه هذا اللي شديت هذا نقص منه هذا ماشي شكل عقدي، خاصني تنقادو مثلا نجي نقادو هنا مثلا تعطيني هي ا بريم زائد اي بي بريم مثلا في هذه الحاله ناقص، بما ان عندي ناقص نفتح قوس غتعطيني هي ا زائد اي بي، غتعطيني من بعد ا بريم زائد اي بي بريم ناقص ا ناقص اي بي. باش تعرفوا هادي علاش درتها، باش تعرفوا علاش درتها. من بعد غنجيب بجوج حقيقه حدا التخيلي وجوج حقيقه حدا بعضياتو، جوج تخيلي حدا بعضياتو غتعطيني هي ا بريم ناقص ا، من بعد زائد اي بي بريم ناقص اي بي. من بعد نعمل اش بقى عند التعبير كما هو ا بريم ناقص ا، هنا نعمل بواحد اي، نعمل بواحد اي اش بقى ليا هي بي بريم ناقص بي عامل لي اي. شتي جا التعبير شتي جا؟ وهذا هو الوجه الحقيقي وهذا هو الوجه التخيلي، يعني كما سبق وذكرت لكم يعني تكون عندنا واحد الشكل هو عقدي ولكن ضروري خصنا نردو على الشكل الجبري باش ممكن ليا نخرج ليه المعيار ولا نحسب ليه المسافة ولا كما نشوفو نحسب ليه الأغيومون تاعو. هذه هي الحصة تاع اليوم، عرفنا فيها استقامة ثلاث نقاط والمسافة بين النقطتين. نتمنى الحصة تنال الإعجاب تاعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.